اللبنانية هي أغنية عجيبة الحقيقة، أغنية مصرية جدا بلهجة لبناني، يعني لحن مصري جدا، إنما بنطق لبناني بس. هو ده يمكن المختلف فيها علي. انا ما بحب اذكر اكتر لانه انت ما بتحبي، بس بدي اقول انه اول ما سمعت الاغنيه لكلام ولحن لبناني قالت دي انا. يعني هيدي الشغله كانت ملفته جدا، حسيت دغري ولو كانت باللهجه اللبنانيه او اللحن اللبناني، لانه بالخليج بنعرف انك بتعملي البومات خليجي وصوتك بالخليجي حلو، والناس بتحب منك وبتنطر البوم خليجي غير الالبوم العربي. متأملة خير بالغنية اللبنانية إن شاء الله يا رب. حابة تقولي مع مين رح تتعاوني ولا لا؟ لا طبعا حابة أقول إنه هي كتبتها شاعرة لبنانية مهمة قوي يعني فوق العادة، كاترين معوض، وألحان سليم عساف ملحن أنا بعتقد إنه هيبقى من أهم الملحنين اللي طلعتهم لبنان يعني بالتأكيد إن شاء الله. قبل ما ننقل على عبد الرحمن وعمر وندخل شوي بالأمومة يلي هي كمان 21 مارس الربيع، بدي أشوف أنا وياك تقرير يمكن رجعك فيه لأيام سمر بس الفن، بأيام ما كنت بعدك طالبة. خلينا نشوف سوا. طبعا أنغام وحشاني كتير، بقالي فترة يعني بشوفها في التلفزيون وكده بس ما فيش يعني كونتاكت اتصال شخصي بينها، فطبعا دي فرصة ان انا بسلم عليها وبرحب بيها وان انا هتكلم عنها في البرنامج اللي بتعملوه معاها. طبعا انغام ممتازة، كانت صوتها غالب عن عزفها على البيانو، ان هي كانت زميلة معايا في نفس التخصص مع نفس الاستاذ، فكانت بنتهيالي كانت الغنى كان عندها يعني غالب اكتر من العزف على البيانو. هو في كان موقف حصل بيني وبين انغام بس طبعا ده ما كانش مقصود، كان الاستاذه بتاعتي كانت مسافره الخارج منحه ودراسه لمده شهر، فانا بحكم ان انا اكبر طالب في نفس الفصل فخلتني يعني ابقى مساعد لها اثناء غيابها، فكان الفتره دي كانت شهر على ما اعتقد قعدت ادرس لانغام فيها، فطبعا انا في الفتره دي يعني بقى طالب برضو ما صدقت ان استاذي هتخليني استاذ بقى وهدرس، ف يعني عملت سلطتي كده عليها وبقيت زعق لها وهي زعلت مني، فراحت اشتكتني بعد كده الدكتوره فقالت لي انت عملت فيه ايه يا ابني، المفروض يعني انك بتساعدهم وموضوع بيبقى ماشي، ف انا ضرر يعني كانت الحماسه عندي زايده شويه فزعلت مني انغام، انا فاكر حاجه زي كده، بس زعلنا من بعض فتره ورجعنا بقينا اصدقاء تاني. انغام ممكن وهي بسبع ثمان سنين كانت تقعد تغني لفيروز والام كلثوم، وكنا بنقعد مع بعض يعني نقعد كانت هي بتبقى قاعده في النص واحنا حواليها بنسمع واحنا مستمتعين جدا، فطبعا مش انا بس ده كان كل الدكاتره يمكن في المعهد بتوع قسم الغنى نفسهم كانوا كلهم يشوفوها يقولوا انت هتبقي مغنيه مشهوره كتير، فمتهيألي كان عندها ذكاء فني رهيب يعني متزنه جدا عقلها كمان حلو. في بالنسبه للفن انا متهيألي انغام لو عملت حاجه جديده يعني ممكن تعمل دويتو مع حد فنان، يعني انا يعني نفسي طبعا انا بحب قوي صابر الرباعي جامد قوي صوته برائكي، فهما نبرة الصوت أنغام وصابر الرباعي مش زي بعض، يعني عارف لما بتويتوا مع بعض بيبدي زي آلة البيانو أو آلة تشيلو مع آلة كونترباس أو أي آلة تانية، عارف يعني الاختلاف في نبرة نوعية الصوت حلوة جدا، فلما يعملوا دويتو مع بعض يبقى حاجة شيء جميل يعني. دكتور علاء الوكيل. على فكرة دكتور علاء أستاذي، ما ينفعش يقول إنه زميلي أبدا. ليه هيكبر بالسن ولا لا؟ لا 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 لا، لأنه فعلا أنا يعني هو يعني كعازف كبيانيست يعني مهم قوي يعني يعني أنا مش فاكرة إن أنا كنت زميلته في يوم من الأيام. لا وزعقلي. يمكن كان فعلا يعني أستاذتنا واحدة بس كان هو كان أهم مني كتير يعني. يمكن هو كان اهم واحد فعلا عند مدام، انا فاكره كان اسمها مدام فريال لانه انا كنت صغير قوي يعني. طبعا كان اهم واحد يعني، فطبعا كان بالنسبه لي
أستاذي مش من زميلي يعني بلعب زيه يعني، لا لا خالص طبعا هو أحسن مني كتير يعني، بس أنا مبسوطة قوي إني شفته لأنه أنا على فكرة فاكرة كويس الفترة اللي بتكلم عليها ومش فاكرة إن هو زعلني يعني، يمكن أنا كنت ساعتها يعني خدت على خاطري ولا حاجة، بس مش فاكرة حاجة غير إنه هو كان أستاذي فعلا يعني، كنت بستفيد منه قد كده، كان شاطر يعني. هو نوه على فنك وطلب إنه بيتمنى يشوف ديو بينك وبين صابر. والله أنا كمان أتمنى، ليه لا، إن شاء الله صوتين حلوين أكيد. نحن بنحييهم مدرس في معهد الموسيقى العالي، وبدي أشكر زميلنا محمد جانيليا اللي قام بهالتصوير كمان، شكرا على مجهوده. 21 مارس عيد الأم وأنت أم. عبد الرحمن شو أجمل صفة فيه؟ أو خليني أقول لك سؤال أحسن من هيك، لما بتقعدي مع عبد الرحمن لحاله بتقولي له يا ريت عندك صفة من بيك، شو اي صفه حلوه؟ لا عنده والده. عنده صفة. من ابوه المزيكا، من فهد المزيكا طبعا، مزيكا. ولو صفه لا ما تكون من عند بي، بس مش من عند بي بس، انا كمان يعني، وانا كمان بتاعت مزيكا يعني، واخد خدم الاثنين يعني. لحظه مش بس فهد فنان كمان. لا يعني واضح انه بيحب المزيكا دي حاجه، وصوته حلو، يبقى ده لي انا بقى. والصفة يلي ما يطلع فيها بيشبه والده صفة؟ يمكن التسرع. تسرع شديد يعني. أوكي. وعمر؟ عمر مختلف تماما عني. عمر شخصية الحقيقة ما لهاش شبه بالنسبة لي أو لوالده. هو مجدي عارف، مهندس صوت معروف طبعا للي ما بيعرف. هو عمر شخص كتوم جدا لمشاعره، مع أنه حنين جدا بس كتوم جدا، مش سهل انك تعرفي هو يعني. اي صفه بتتمني له اياها يكون من مجدي؟ صفه حلوه. طيبه طبعا، بس هو طيب يعني، هو هو ولد طيب الحمد لله. والصفه يعني اللي مش كتير هيك بتتمني له اياها من والده؟ لا مش فاكره حاجه وحشه. مش فاكره حاجه وحشه الحمد لله، مش فاكره حاجه وحشه. حلو، ما راح زيد. أما هلأ ركزوا معنا شوي بآخر فقرة، عنا 5 أسئلة رح أدى فيهم مباشرة، مع أنه في سؤال مشترك بطلبه من كل ضيوفي رح أقوله بسرعة ورح أخذ منك جوابات بسرعة. الحديقة الأجمل إذا بدك تشكليها من أجمل أصوات من العالم العربي، بدي 3 أصوات تتلوني أجمل حديقة بالربيع من الأصوات الحلوة، تيني 3 أصوات للحصر طبعا، في أكتر بس بدي 3. بالنسبة لي أنا يعني ذوقي الشخصي جدا، فيروز نمرة 1 طبعا، 6 فيروز طبعا يعني. إحنا نعتبرها خارج إطار الحديقة، خلينا نقول هي المظلة لكل الحديقة، بس عطينا 3 أصوات خارج هالإطار أو هالمدرسة الكبيرة في جيل أصغر يعني. أي ما في شك أصالة طبعا. شيرين. عم تقول لي بتحبهم، هي بتحب أصواتهم، ذوقها ذوقها الفني. أحلام. على فكرة أحلام أول اسم بتذكره دايما، أنت بتعرفي يمكن من أجمل الأصوات. منحييهم كلهم للي ذكرتيهم كبار وأصواتهم حلوة وجميلة. أول سؤال ورح أقطف الورقة، لأنه كل ورقة منقطفها بدي تقولي إيه أو لا، إذا بتوافقي أو ما بتوافقي على اللي رح أقوله. أعلنت أحلام وبالثلاثة إن مطربة العرب الأولى، بتوافقي أو لا؟ حقها. موافقة. موافقة وحقها. أوكي. تاني سؤال، علاقة أنغام بشقيقتها غنوة ممتازة. عايزة إيه يعني من السؤال ده؟ عايزة نعلق يعني؟ إيه. لا مش ممتازة. كيف الصفة؟ غير ممتازة طيب؟ يعني مقبولة. حب صراحتها. يا ريت ما كنت